انطلاقا من عمق العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع مملكة البحرين بدولة الكويت الشقيقة، توشحت عدد من المباني والمعالم في مختلف محافظات مملكة البحرين باللون الأزرق احتفاء بالعيد الوطني لدولة الكويت الشقيقة وذكرى يوم التحرير، حيث تشارك مملكة البحرين شقيقتها الكويت مناسباتها الوطنية في ظل ما تشهده علاقات البلدين من تطور مستمر في مختلف المجالات تحت قيادتي البلدين، لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الشقيقين.